اهلا بكم. ما زالت مشاركه سعيد بوتفليقه شقيق ومستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه في الوقفه التي نظمها مثقفون جزائريون اول امس السبت، تضامنا مع الروائي رشيد بوجدره الذي تعرض لمقلب مهين في احد البرامج التلفزيونيه. ما زالت تسيل الحبره وتثير التساؤلات حول ابعادها، ونظمت الوقفه امام مقر سلطة ضبط السمع البصري وسط العاصمة بحضور سعيد بوتفليقة الذي عبر للروائي بوجدرة عن أسفه ورفضه لما حدث له في برنامج الكاميرا الخفية لقناة النهار، واعتبره عارا في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، نحاول قراءة الأبعاد والدلالات الإعلامية بشكل خاص لخرجة سعيد بوتفليقة. هل بات الإعلام في الجزائر ضحية للتجاذبات والصراعات في هرم السلطة ودوانيبها؟ وهل أصبح الحديث عن حرية الإعلام والاستقلالية والموضوعية والحيادية ضرباً من الخيال في بلاد يشتد فيها الضرب تحت الحزام بين الأجنحة المتصارعة على خلافة الحكم؟ هذه التساؤلات باتت تطرح في الآونة الأخيرة على ضوء قضية الروائي رشيد بوجدرة مع قناة النهار التي يفترض أنها تعمل تحت جناح سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره، لكن نزول الأخير إلى الشارع في وقفة تضامنية غير متوقعة مع رشيد بوجدرة أخلط الأوراق وأعاد صياغة هذه التساؤلات. هل تخلى سعيد بوتفليقة عن قناة النهار؟ وهل سيكون مصيرها تجفيف المال حتى تختفي تدريجياً؟ أم سيتم تشميعها بقرارات قضائية وإدارية كما حدث مع قناتي الأطلس والوطن بعد خروجهما عن النص الذي ساغته السلطة؟ المتتبع للمشهد السياسي والإعلامي في الجزائر يلحظ من دون شك حالة الغليان والحيرة بين الأوساط الإعلامية في فهم ما يجري في دواليب السلطة. فقضية التوظيف السياسي لوسائل الإعلام ليست بجديدة على الجزائريين، فخلال العقدين الماضيين دخلت وسائل الإعلام أو أدخلت في عدة حروب بالوكالة، والرأي العام ما زال شاهدا على صراع مرير بين الجنرالين محمد بتشين ومجمعه الصحفي وخالد نزار الذي كانت له أيضا أذرع إعلامية، وانتصر الأخير في هذه المعركة التي دارت على صدر الصحف. الأمثلة كثيرة، فبداية نهاية إمبراطورية الخليفة المالية كانت بمقالات وتسريبات على الصحف. وزراء وجنرالات ومسؤولون كبار تم تصفيتهم إعلاميا قبل التخلص منهم نهائيا. حروب طاحنة شهدتها وسائل الإعلام، لكن يبدو أن الأمور مغايرة هذه المرة كما يرى مراقبون. فخرجات سعيد بوتفليقة الأخيرة ونزوله إلى الشارع في مناسبتين على الأقل أوحت لوسائل الإعلام بأن الصراع انتهى في هرم السلطة، وأن هناك جهة واحدة هي من تدير دفة الحكم. وبالفعل تلقفت بعض وسائل الإعلام الرسالة بوضوح، وبدأت في تعليب سعيد بوتفليقة بغية تسويقه انتخابيا وتلميع صورته التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد بعناوين جذابة تكاد تعتبره الخليفة المقبل لشقيقه المتوارع عن الأنظار. تقرير صبر أيوب لمناقشة هذا الموضوع. معنا في الاستوديو سليم صالح الإعلامي، وعبر الهاتف من الجزائر حدى حزام مديرة صحيفة الفجر. سيدة حدى حزام، ما قراءتك للأبعاد الإعلامية لخرجة سعيد بوتفليقة وما اعتبره عارا طال بوجدرة في قناة كان يتردد أنها تحت سيطرته وتحكمه؟ ما رأيك؟ أنا رأيي قلته اليوم في مقالي، ووجهت رسالة لسعيد بوتفليقة أن وقفة واحدة لا تكفي لتنظيف سمعته إعلاميا، لأن كل ما مورث في النهار وفي بعض الصحف الأخرى من مساوئ ومن ضرر بالرأي العام وبالكثير من الشخصيات الوطنية وحتى بالمنتفضين ضد العقدة الرابعة في قناة النهار وفي قنوات أخرى كان تحت بتوقيع غير مباشر من سعيد بوتفليقة. ولذلك أنا لا أعتقد أنه يسوق اليوم صورته الإعلامية لخلافة شقيقه مثل ما جاء في التقرير، بل ربما يريد أن يعلن للرأي العام أنه لم يعد هناك له علاقة بالنهار وبما تقوم به النهار، وربما
القطيعة جاءت أيضا من النهار، لأنه بعد خروج سعيد بوتفليقة وتعليقه لبوجدرة وقوله أنه هذا عار ما فعلوه، تراجع عن اعتذاره لبوجدرة، ويعني أن هناك وحدثت قطيعة بين الرجلين، وربما أنيس رحماني أو مجمع النهار وجد ركيزة أخرى يرتكز عليها في الأيام القادمة. طيب، أنا هذه قراءتي. ركيزة أخرى مثل من مثلا؟ يعني من هو أقوى من سعيد بوتفليقة كما يتردد في الجزائر؟ ليس سعيد بوتفليقة كما يقدم هو الأقوى في الجزائر؟ لا، أنا أعتقد أن سعيد بالقوة التي كان بها في السابق، خاصة بعد التدهور الصحي، لأن قوته مستمدة من قوة شقيقه، ما زالت لديه يد في الحكم حقيقة، ما زال مستشار رئيس، ما زال يتكلم باسم الرئيس ويتصرف باسم الرئيس حقيقة، لكن هل هو بالقوة التي كان عليها مثلا في بداية العهد الرابعة؟ لا أعتقد. طيب، ولكن ما رأيك في الرأي الآخر؟ مدير النهار يقول بأنه هذه الوقفة لسعيد بوتفليقة دليل أنه لا علاقة لسعيد بوتفليقة بالنهار، وأنه لا يتلقى الأوامر من السعيد بوتفليقة عكس ما يروج خصومه، وأنه بالعكس هذا يدل على أنه النهار أجندتها تختلف عن أجندة وأوامر حتى سعيد بوتفليقة. ما رأيك؟ هذا كلام للاستهلاك، وربما هو إعلان مثل ما قلت عن القطيعة. أنا هذه قراءتي، ما زالت الصورة لم تتضح بعد يعني أكثر، لكن هو كان دائما يبحث أن يسمع الناس ويفهم الناس أنه لا قتل له بسعيد بوتفليقة، لكن كيف له أن يبني مجمعا مثل هذا بالإمكانيات لو لم يكن وراءه قوة محيط الرئيس بكل شخصياته، سواء كان وزراء أو سعيد أو رجال المال المحيطين به. طيب، ولكن لما الاعتبار أنه سعيد بوتفليقة كذلك رسالة أنه للذين يريدون مسح الموس فيه، أنه كل شيء مرتبط بسعيد بوتفليقة، أنه لا علاقة له لا بالنهار ولا بما يتردد من صلاحيات ومن تأثير له في الجزائر؟ هناك نية لتصفية الكثير من الأمور سواء في وسط رجال الأعمال أو حتى في وسط الإعلامي، وقد باشرها محيط الرئيس، ممكن يريدون الخروج يعني برصيد أقل أو بحصيلة أقل مما كانت عليه. خاصة أنا أسمع في الكواليس أن هناك يعني حتى رجل أعمال علي حداد لم يعد بالقوة التي كان عليها، وسحبت منه الكثير من المشاريع. هذه كلها أعتقد أن هناك أشياء ما، أن الساحة تطهر سواء كانت اقتصاديين أو إعلاميين أعتقد، ومثل ما قلت الصورة ليست واضحة بشكل كامل. طيب، هل تتوقعين بهذه الخرجة لسعيد بوتفليقة قطيعة ما، صفحة فتح جديدة ما، إعادة تشكيل للمشهد الإعلامي مع ما كنت تتحدثين من قطيعة من الطرف الآخر، أم ماذا؟ أنا لا أعتقد أن يكون بقي لسعيد بوتفليقة دور لإعادة ترتيب المشهد الإعلامي، لا أظن أن هناك من سيسير وراء هذا الرجل مهما كانت قوته أو تأثيره على الرئيس المقبل، لأن الأضرار التي لحقت باسمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثرت كثيرا في الساحة الإعلامية، ولا أعتقد أن هناك من سيسير خلفه. طيب، ولكن هل الساحة الإعلامية في الجزائر صراحة يعني هذا التاريخ من التجاوزات ومن البلطجة إن صح التعبير جديد أم أنه قديم؟ يعني تتغير الأوجه، تتغير مراكز القوى، ولكن في التسعينات كانت مشاهد مظاهر كذلك لمتجاوزات غير أخلاقية في الصحافة المكتوبة، يعني مثلا زوجة وزير من وزراء زروال في تلك الحملة أصيبت بشلل بسبب مقالات غير أخلاقية، استهداف بتين، ضرب محيط زروال وغيرها. يعني أنا تحدثت في مقالي أمس عن يعني قلت أن التجاوزات والانزلاقات التي وقعت فيها الصحافة الإعلام الجزائري بصفة عامة غير
يعني ليست بجديدة، ربما الفضائيات نشرت الوسخ على صورة أوسع بحكم أنه يدخل كل البيوت ويتلقاه القارئ وغير القارئ. وذكرت بمرحلة زروال وزير العدل الأسبق والإهانات التي لحقت به، وكيف انتهى، وكيف انتهت زوجته المرحومة زوجته، كل هذا ذكرت به. لكن حتى لا ننسى، لأن يعني هو تاريخ من مآسي الإعلام، لابد أن يبقى في الذاكرة ونبقى نتذكر ذلك. لكن في الحقيقة الوضع الحالي الذي وصلناه الآن حاليا مع الفضائيات، وليست النهار وحدها للأمانة، لأن بالأحمر لم يكن يظهر على النهار ولا زعيبة ولا والله حاليا حتى قناة الفجر التي ليست لدي أي علاقة بها هي أيضا تقوم بدور مشين، وقناة الرياضية التي أصبحت قناة دينية، كلها يعني الوضع الإعلامي مأساوي وليس بجديد. طيب، في اعتقادك مع هذه انت ترين بأنه هناك قطعة بين النهار ومديرها وسعيد بوتفليقة، طبعا مديرها ينفي أي علاقة له، هل تداعي ذلك في اعتقادك على هذه القناة التي كانت تقدم أنها ناطقة باسم محيط الرئيس فيما ينفي مديرها ذلك؟ أنا أعتقد هو ينفي، هو دائما كان ينفي، لكن كان بعض النفي تأكيد يعني في الحقيقة. لكن أنا أتساءل من أين له القوة، كل من لم يضع يده في يد سعيد بوتفليقة طوال الفترة الأخيرة، خاصة طوال العشر سنوات الأخيرة نقدر نقول، يعني لما كان يصل أين وصل له مجمع النهار أو يعني حتى مؤسسات إعلامية أخرى، وهناك من تحاول أيضا ما زال تحاول كسب ود سعيد بوتفليقة، ما كانت لتصل لو لم يكن هناك رضا من طرف هذا الرجل عليها في الساحة الإعلامية وفي السلطة. هل بهذا الموقف تغيرت الأشياء، أنه ربما مناورة كما يرى البعض؟ لا أعتقد أنها مناورة، وإنما أعتقد أن هناك إعادة ترتيب، وربما سعيد بوتفليقة يريد أن يخرج بصورة نظيفة من المعمعة الإعلامية، ربما تفطن لبعض الأمور، لا أدري، أنا لا أعرف الرجل، لم أتحدث معه من قبل، أول مرة أسمع صوته سمعته في هذه الوقفة. أعتقد أن هناك ترتيبات جديدة، ومحيط الرئيس أو شقيق الرئيس أو عائلة الرئيس تريد بالخروج من السياسي بطريقة أنظف. طيب، سؤال أخير، وزير إعلام جديد يخلف وزير أثار جدلاً جرين بكل ما أثير من حوله، هل الأمر في هذا المشهد الإعلامي ما بعد هذه الخرجة لسعيد بوتفليقة إن صح التعبير دور، أم أنه في النهاية الدور في الإعلام هم لأصحاب القرار وتتقاطع فيه المصالح والأموال بشكل خاص، أموال الإشهار والنفوذ؟ مرحلة هي كانت مرحلة جرين، لأنه لم يكن يستجيب إلا لطرف واحد لسعيد بوتفليقة. أعتقد أن حاليا هناك، أنا أتمناه أيضا أن يكون هناك نوع من الانفراج في العلاقة مع وزارة الإعلام، خاصة وأن الوزير الجديد هو زميل قبل كل شيء، كان صحفي رئيس تحرير المجاهد ومدير وقت الجزائر ناطقة بالفرنسية، وهو يعني ليس في دامي مثل. طيب، ولكن صحيفة الوقت ما تابعة لحداد، أليس كذلك؟ هل هو بالضرورة مدعوم من قبل حداد؟ هل هو تابع لحداد؟ انا المعلومات التي عندي لم يكن تعيينه كوزير او حتى كمدير وكاله الاشهار قبل ذلك لحداد يد في هذا، لم يكن لديه يد في هذا، وانا اعي ما اقول. شكرا جزيلا لك حد حزام، مدير صحيفه الفجر سليم صالحي، ما رايك؟ مشهد اعلامي جديد، بوتفليقه سعيد جديد، ام ماذا؟ لا اعتقد كل هذا هو محاولة بيع الوهم، هم يريدوننا أن نتحدث بهذه اللغة، أن نقول بأنه ربما هناك عهد جديد، هناك لغة جديدة، هناك شيء ما يتحرك، لكن في النهاية كل هذا هو المصادرة على الموضوع الرئيسي الذي لا يريدوننا أن نتحدث فيه. الموضوع الرئيسي هو يجب أن نطرح الأسئلة الحقيقية حول هذا المشهد، يعني ما الذي حدث بسرعة؟ هناك قناة تلفزيونية
مثيرة للجدل وعندها إشكاليات قانونية مثلها مثل قنوات أخرى في الجزائر، مرتبطة بمراكز صناعة القرار، تقوم ببرنامج كاميرا خفية وينتهك حرمة بعض الناس، جابوا وزير الصحة رمدوها أيضا بقضية خائبة يعني، وجاء أيضا نحكي لأبو ضياف في حلقة سابقة، ثم جاء الروائي رشيد بوجدرة. أين البرنامج ساخر في النهاية يعني، ويجب أن يتبهدل يعني الضيف ثم يوافق هو أو لا يوافق على بث البرنامج، هذه قواعد اللعبة في هذا البرنامج يعني، حتى نحكي كل شيء على في نصابه. الكاميرا الخفية ليست برنامج عادي، هي برنامج هزلي قد يتضرر صاحبه وقد يقرر أن لا تنشر، وكل من قواعد اللعبة في الكاميرا الخفية أنه بعد انتهاء البرنامج يسألك المنشط والإدارة هل ترضى بأن نبث هذا الشريط، وأنت من حقك القانوني أن تقول لن تبث هذا الشريط. هذا لم يفعله رشيد بوجدرة. هل نريد فقط أن نبسط الأمور حتى يفهم المواطن عن من نتحدث وعن ماذا نتحدث؟ طبعا نزعج رشيد بوجدرة لأن الموضوع كان موضوع مثار أيضا من قبل في قناة أخرى، هي قناة الشروق، حول قضية العقيدة، عقيدة بوجدرة، وهذا هو الذي ربما لم يوصف فيه أصحاب البرنامج. عموما هو تعثر بهذا الموضوع لأنه شفنا احنا أشهر وجدل حول برنامج الصحفية المحاكمة أين ركزوا على قضية العقيدة عنده، وهذا موضوع حساس في الجزائر. إذا تأتي هذه الأمور بهذا السياق ويعاد طرح عند بوجدرة موضوع العقيدة وشهد والمشاركة كذلك وكل مثال. طبعا يذهب يغضب لكن لا يوقف البرنامج، هو يقول بأنه حسب روايته أنه رفض بث البرنامج وأنه سيقاضي القناة، وزعم حتى قال بأنه تم خطفه وتعاملوا معه كأنه جماعة إرهابية. هذا ما قاله رشيد بوجدرة يعني، وإن كان البعض اعتبره كلاما مبالغ فيه. نعم هذا كلام مبالغ فيه، أنا أعتقد أنه كلام. عندي رواية أخرى أنه لم يأمر أنه 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 يوقف البرنامج، ليس هذا هو القضية، أنا فقط أعطي الخلفية. إذن تصبح قضية رأي عام لأنه مرتبطة بالعقيدة وبرشيد بوجدرة، ولأن عنده ارتباطات بقصة أخرى، فيتضامن معه مجموعة من المثقفين، وأندهش أنا بقائمة من الأسماء من الزملاء والأصدقاء ومن من قضيت معهم سنوات، يعني أتحدث عن عاشور فني وحميد العياشي وآخرين. أتفاجأ ببيان يتحدث عن تجاوزات للإعلام وعن خطوط حمراء يمارسها إعلام لا يعرف ماذا يفعل. طبعا المحتوى كان جميل جدا لأنه كان وكأنه مثل ما قالت حد حزام في مقالها اليوم ديكليك، يعني حاجة لفطنة الناس أنه هذا الإعلام قد تمادى إلى حدود لا يمكن أن نسكت عنها يعني كمثقفين، مع أنه حدث في السابق في النهار في 2014 يعني، وكانت هناك حملة شيطنة ونفس الأشخاص بعض الأشخاص الذين أدانوا ما حدث لبوجدرة كانوا يشاركون في النهار. طيب أنا جايك بالهداوة حتى الناس تفهم التدرج، ثم يأتي البيان، قرينا كل البيان وطلبوا مني أنا شخصيا أن يعني زملاء إعلاميين مثقفين تمضي معنا البيان، رفضت أنا أن نمضي على البيان، لكن الأسماء كلها هي أسماء محترمة ومرموقة في الجزائر في الوسط الإعلامي والمثقف، فقلت أنا هذه الحادثة مشبوهة بالنسبة لي، لكن من حقهم أن يتظاهروا أمام وزارة الاتصال ووزارة سلطة الضبط السمع البصري، ومن حقهم أن يقفوا هناك وأن ينددوا بما حدث لرشيد بوجدرة، من حقهم لحد هذه الساعة. هذا هو المشهد، وهو مشهد يبدو طبيعيا يعني في النهاية، لكن عندما توقف المشهد في هذه النقطة هنا أبدأ أنا أطرح في الأسئلة، ويبدأ من حق كل الناس أن تطرح الأسئلة. أولا سأطرح الأسئلة على كل هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك التجمع، منذ متى توقفت انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص الإعلام فقط في الجزائر يعني، منذ متى توقفت؟ لم تتوقف منذ نشأة الإعلام الأحادي حتى التعددي. ثم نحن نتحدث عن مشهد إعلامي ظهر منذ 5 سنوات ما يسمى التعددية الإعلامية في الجزائر، السمعية البصرية. نعم، منذ أن نشأ هذا السمع البصري في الجزائر
هل توقف عن انتهاك حرمة المواطنين الجزائريين مرة؟ في قناة الشروق أو في قناة النهار أو في قناة جزائر نيوز أو في نيو ميديا أو في قناة الهوغار أو الجزائرية كوارث حصلت. ما حدث في العهد الرابعة هو عبارة عن تجاوز في حق الجزائريين. تم تسفيه الناس واتهامهم بالإرهاب، بالتطرف، بالتطرف الإسلامي، أنه جلبوا سلاح من ليبيا، أنا واحد منهم، أنهم متخابرين جماعة بركات، متخابرين مع الفرنسيس، مع المغرب، مع قطر، مع تركيا ومع دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا كل كتب في عند النهار، في جرائد النهار وفي قنوات النهار، ولم نجد ولا بيان من عند المثقفين. بالعكس، مثل ما قلت أنت، أنا كنت راح نشير لها، كان الكثير من الإعلاميين ومن المثقفين ومن الوزراء السابقين يتسابقون يروحوا النهار حتى يشاركوا، وكان منهم حتى من هو كان مساند العهد الرابع، وهم الآن يعني منزعجون من قناة النهار. قناة النهار ارتكبت جرائم إعلامية في حق المواطن الجزائري، في تدويخ وتلطيخ الرأي العام، الكذب على الرأي العام. لا، هي تقول أنها تعبر عن هذا، هو الموجود، هي تعبر عن شعبية، أنه هذا ما يريده الجزائري. طيب، أنا أعطيك رأي، أنت تسأل ما تشاء، لكن أنا راح أعطيك رأي حول هذه القناة بالذات وقنوات أخرى. طيب، لأنه كل الطرف الآخر ليس موجود في النقاش، فلكي لا نركز على القناة، نركز على المشهد الإعلامي بشكل عام. يعني ما دخول سعيد بوتفليقة في المشهد، دخوله هذا مشهد في الكاميرا المكشوفة وليس الخفية. صح، سعيد بوتفليقة هو الطرف الآخر من المشهد، خلينا في الطرف الأول. على هذا المثقفين أريد أن أسألهم، يعني كلياتهم، يعني عندي شرعية السؤال لهم بحكم الصداقة والزمالة وطول سنوات الهم الإعلامي هذا. لماذا لم يصدر أي بيان يقول بأنه السمع البصري في الجزائر غير قانوني؟ كيف تقبلون أنتم كنخبة أن يدوخكم الإعلام السمع البصري لمدة 5 سنوات وهو غير موجود على القانون؟ أنتم تعلمون هناك 43 قناة غير قانونية يا جمال. غير قانوني ماذا يعني؟ ليس لديها أي وجود قانوني، يعني مش من حقها أن تكون موجودة. لأنه أنت لما يسبوك أنت جمال الدين طالب الصحفي المعروف الجزائري، لما تسبك قناة نيوميديا نيوز أو 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 أجواء أو الفجر هذه ولا ما نعرفش هي أو النهار أو الشروق أو الآخر، ما تقدرش تقاضيها، لأنه مكانها مش في الجزائر. النهار السياسة والسياسة تاعها في بريطانيا، الشروق في البحرين أو الأردن، نيوميديا نيوز في سويسرا، واثنين قنوات الجزائرية والهوغار أعتقد هنا في بريطانيا. ما أريد أن أوصل له الفكرة أنه هذه النخبة لم تتحرك، كانت جرائم ارتكبت في 5 سنوات، أنت كيف تقبل أنه تكون ضيف في قناة وأنت كمثقف محترم وأنت تعرف القناة هذه هي من صناعة الأجهزة وما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش كيان قانوني؟ أنت تعرف اللي هذا يسرقوا في الإشهار، يسرقوا في الإشهار، يديروا في دي كونترا بيدون تاع الإشهار. تعرف مكتب في القانون السمعي البصري أو قانون الإعلام في الجزائر، مكتب القناة أجنبية لا يوظف أكثر من 6 إلى 7 موظفين. أنت تعرف كم موظفين تاع النهار اللي هي مكتب لقناة أجنبية؟ النهار لديها ترخيص كمكتب لقناة أجنبية، علي فضيل عنده ترخيص لقناة شروق لمكتب لقناة أجنبية، وكذلك حداد. طيب، حداد متعدي على القانون، ما هو لازم يكون متحكيش الكلام هذا، ما يفهموش الجزائريين شنو نحكي. حداد رجل الأعمال يتعدى على القانون ويخلق قناة اسمها جزائر نيوز، يديروا مكتب، يعيد لصاحبه بيعطيله ترخيص، يعطيله ترخيص كمكتب. المكتب هو مكتب مراسلة، لكن هو في الحقيقة قناة كاملة، كان عقود إشهار، كان توظيف، كان إذا سيرونس يخلصوهم كل شيء. كيف راهو يتم هذا؟ يتم بشركة إنتاج منا، تعاقد مع شركة إنتاج منا، ويحاولوا يدوخوا القانون ويدوخوا القضاء. دونك هذا هو في الشكل. فأنا من حق هؤلاء المثقفين أن يقفوا، لكن طيب، من حقي أن أسألهم أنه هناك كثير من المواقع لم نراكم يا جماعة. طيب، سنأتي إليك سليم صالحي، دعنا نشرك معنا في النقاش سعد بوعقبة الكاتب الصحفي. أستاذ سعد بوعقبة، ما رأيك سعيد بوتفليقة والكاميرا المكشوفة احتجاجا يشارك في وقفة بالكاميرات المكشوفة احتجاجا على كاميرا خفية؟ هو بالحقيقة الكلام اللي قاله صالحي عين الحقيقة، هذا هو وش وقع للزميل صالحي، كأنه في عين الإعصار كما يقولوا. الهوشة اللي موجودة في الرئاسة
حول آفاق 2019 نزلت للشارع. هذا هو الخلاف. ودعني أعطيني شوية وقت نشرح لك بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم في قراءة الواقع. الحقيقة أن قناة النهار منذ تقريبا سنة ولا وبدأت عندها خلافات مع هي هو صاحبها كان يقول باللي أنا راني عندي عيني فوق مكتب الرئيس. هو بالحقيقة عنده علاقات مع الكاتب الخاص تاع الرئيس، وولد هذا الكاتب الخاص عنده مكتب في النهار وداير شركة تاع إشهار، والعلاقة موجودة وبطبيعة الحال بمباركة ربما من سعيد بوتفليقة. ونشوفوا بلي سعيد بوتفليقة نفسه كان دانت النهار كافحت عليه فيما يسمى بقضية الأرض تعبير خادم، والنهار هي اللي تولات الدفاع عنه. لدرجة كل الناس يعرفوا بلي أن القناة النهار صاحبها اللي كان يقول بوتفليقة في العهدة الثانية في 2004 كان يقول بوتفليقة مروكي ولازم يغادر البلاد، قالها في قناة خليفة نيوز في لندن. ولا تلاقى مع سعيد على هامش مرض الرئيس في باريس وتصالح معه وأصبحت عنده علاقة معه وتمت الحكاية هذه، وأصبحت القناة هذه هما اللي قالوا ديرها باش كونتر كاريو بها المغاربية اللي بدأت تتطلق في النظام. وبطبيعة الحال خدمة هذه المهمة. يعني سعد بوعقبة نقطة أثرتها نتوقف عندها، تعتقد هذه القنوات يعني طلب منها الظهور به في أسرع وقت للرد على المغاربية فقط؟ طبعا بطبيعة الحال، وبقات تؤدي في هذه المهمة، صبوا فيها الأموال العامة والخاصة لأصحابهم ونساهم وكذا، وكبرت وكانت وسيلة لتحويل المال العام، وهذا ما حصل. الناس كل تعرف هذه الحقيقة. في المدة الأخيرة اللي حصل أن الهوشة اللي وقعت في الرئاسة على خلافة الرئيس بين سلال ومجموعة الرئاسة، سلال بطبيعة الحال معها سعيداني ومؤسسة الجيش، دخلوا على خلاف مع الرئاسة. ولاحظوا باللي قبل عام لما وقع التغيير الوزاري الجزئي اللي داروا سلال، قناة النهار نزلت على هذا التغيير، مما فهم بأن الأمر تم بإيحاء من سعيد بوتفليقة والرئاسة. وبالتالي سلال اتصل بي، وهذا قالها مدير الشروق مدير النهار، سلال اتصل بأنيس الرحماني قال له سعيد انتهى وأنا هو الأصل، أحكم فيها ما تحكمش في الشيخ الكل الراشية. وبالتالي مدير النهار بدل لافريكونس تاعو، اصبح يتعامل مع سلال، وسلال اللي يفتح له كل المجالات فيما بعد، ولكن سعيد بوتفليقة استعمل معه اسلوب تاع يمهل ولا يهمل، وجاءت هذه القضيه هذه. فالان الخرجه تاعو ليست خرجه للتغامن مع بوتفليقة، هي خرجة يحب يقول بها مباشرة كأنها تعليمة للمعلنين الخوات والعاملين باللي هذه القناة تتحدث بتعود تعدى، وبالتالي ستجفف منابعها الإشهارية في القريب العاجل. وقد أحس هذا مدير النهار بهذه القضية. اللي ما تعرفوش أيضا أن الوزير هذا اللي جابوه الان هو كان عند حداد، ووقع على خلاف مع حداد اللي هو محسوب على سعيد بوتفليقة، وقع معه خلاف، وبسبب الخلاف اللي اخذه سلال وعينه في الاناث. ولكن جماعه الرئاسه فتحوا مع الخط واصبح يخدم لصالح الرئاسه في عين للرئاسه في الاناث، يكشف كل الامور اللي يديرها سلال في توزيع الاشاره على اصحابه. طيب يعني انت الصفه اللي رقاوه
اللي قوى وزير الإعلام. هذه معلومات يعني ما طيب يعني حسب المعلومات سعد بوعقبة أنت تقول بأنه بخرج سعيد بوتفليقة يقول بأنه لا علاقة له بالنهار، ولكن كيف تفسر أو ينفض يده من النهار؟ كيف تفسر رد فعل مدير النهار يقول بأنه يسحب اعتذاره من رشيد بوشدرة وأنه يوقف برنامج الكاميرا الخفية لكي لا تتحول النهار إلى حائط مبكى؟ يعني سعيد بوتفليقة كان من الذين يحتجون في تلك الوقفة، يعني هل هو معني بهذا الكلام؟ هل هو تصعيد على من يتكئ إذن مثل ما كانت تقول حدى حزام مدير النهار؟ واضحة الحكاية، لأن مدير النهار يائس من 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 تضليل من تضليل المعلنين على أنه ما زال عنده علاقة بالرئاسة بعد الخرجة تاع سعيد، يعني يائس، ولذلك حب كما يقولوا الاعتذار تاعه لبوجدها. والآن القضية لها بعدها بطبيعة الحال، الآن واضح باللي في القضية تاع مثلا انحياز النهار للسلال على حساب الرئاسة، وكان واضحا في قضية التحكوت لما طرحت قضية التحكوت والفساد اللي داروا في مصنع تيرك، اللي اندارت للدفاع عليه هي النهار. طيب رئيس الحكومه بعد لجنه التحقيق وانتهت الى ان الملف لصالح تحكوت. طيب ابقى معنا استاذ سعد بوعقبه لو سمحت. سليم صالحي ما رايك؟ تفصيل مهم يتحدث عنه استاذ سعد بوعقبه، انت كنت تشير الى الجانب القانوني لهذه القنوات، هذه القنوات بحسب سعد بوعقبه وانت لديك معلومات يعني من المصادر من داخل السلطه طلب منها الظهور في اسرع وقت فقط لمواجهه المغاربي كما ترى. أنا ساكون اكثر ربما اقل تحفظا اليوم يعني في هذه القضيه حتى اذكر الاسماء. انا سالت علي فضيل، انا ما كنت حاب نذكر اسمه، لكن علي فضيل عنده أكثر شجاعة وربما أكثر صدق من أي مدير من هذه القنوات، وأنا سألته سؤال مباشر ولم ينكر ذلك، استقبلني استقبال جيد، تغديت أنا وياه وسألته في وجهك، قلت له علي قالوا لكم زربوا خرجوا، خرجت لنا هذه البعبعة هذه ما نش عارفين كيف نتعاملوا معها، لم ينكر ذلك. لكن واحد مثل أنيس رحماني ما يقدرش يجاوبك، لأني أنا نعرفه أنيس رحماني أيضا، ليش نقول لك أنا عندي شرعية الحديث عن أنيس رحماني، مثل ما سعد بوعقبة أستاذنا كل يقدر عنده شرعية الحديث عن أنيس رحماني. أنيس رحماني نعرفه نهار كان في بداياته طيب هو ليس موضوع نقاشنا، لا 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 هو موضوع نقاش يا جمال، يا جمال لا لكي لا خلي خلي مش هو مش شخصنا، لا 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 لكي لا نقع في نفس احنا احنا مناش في شخصنا، هو يقول بانه هو في تصريحه يا اخي يقول عبد السمار انا ارد عليه، انا ارد عليه، طب اعطيني فرصه على الاقل. لا علاقه له بسعيد يا اخي، خليني نقول لك كيف لا علاقه له. تفضل انت هذا جوهر اجابتي، ما انت تقول لي انت انه قال لا علاقه له، انا نقول لك شكون هو هذا السيد حتى تعرف. هل ممكن لأنيس رحماني أن يؤسس التلفزيون؟ هل ممكن أن يكون عنده هذه المليارات ليؤسس بها التلفزيون؟ أنا أقول لك لا. هتقول لي أنت وين تعرفه أنت السيد هذا؟ ما هوني جايب لك من الآخر أنا. أنا نعرفه نهار دخل الخبر ونهار بدأ في بداياته الصغيرة لما كنت أنا على رأس يومية اسمها العالم السياسي. أعرفه جيدا هذا الرجل، أعرف تطوره المهني. وكيف نعرف حتى علاقاته على مستوى المؤسسات الأمنية. ومع من كان يتعامل وكيف نشأ هذا هذا الشاب يعني أنيس رحماني محمد مقدم، وعارف أنه كيف كان ربما ككل إعلامي ربما يشوف فرص كشما يقطع منها حتى يكونه ومش ولد واحد غني ولا واحد من الناس النورمال. أنا نعرف أيضا كيف كان يدافع على ابن فليس، كيف كان يطعن في بوتفليقة لأنه كان يعتقد أنه ربما جماعة العماري وجماعة ابن فليس راح يديوا الرئاسة، فهمت؟ أني كنت مدير تحرير في مؤسسة خليفة وأنا كنت أتعامل معه. ليش عندي شرعية الحكم؟ لأنه هو جاني هنا لبريطانيا يطلب في وثيقة، واستقبلته أنا وعلي يوجانا اللي كان مذيع رئيسي في الخليفة في 2004، شفتنا نحكيه على تاريخ قديم يعني، واستقبلنا هنا في منطقة كيلبرن وما وفقناش أنا وخليفة أنه نعطيه له الاعتماد، لأنه كان هو في مشكلة مع سوريا أبو عمامة حول اعتماد مكتب خليفة في الجزائر. نحن نعرف الناس، ولذلك نقول هنا عندنا شرعية الحديث عنهم. أنا لا أطعن فيها، أنا أحكي لك فقط
في من؟ أنت تقول لي ما عندوش ارتباط. أنا جايك. هو يقول. أنا أرمي في 2004 شفت؟ ومنش إحنا نحكي على 10 سنوات. لا أعرف ماذا فعل فيها 10 سنوات. لكن نحكيك على 2014. نصوتي لك 10 سنوات حتى من أن نختصر لك الوقت. ثم تحول إلى مساند لبوتفليقة. هذا الرجل اللي كان يطعن حتى في شرف بوتفليقة. وفجأة تظهر قناة مغاربية في لندن. هو أنشأ جريدة وجريدة يعني ما هياش هذيك القد يعني وما هياش اللي يجيب الأموال. أني كنت صاحب جريدة نعرف وشني هو مال الجريدة ونعرف باللي مختلف تماما رأس مال الجريدة عن رأس مال التلفزيون. فهم يقول ما عنديش علاقة بالسعيد. من أنشأ لك التلفزيون في 2012؟ كيف جيت لبريطانيا وعمرت مؤسسة في بريطانيا؟ ما لازم تجاوب المشاهد الجزائري. من أعطاك القوة اللي كاين تسب الناس؟ أنت واحد ما يهضر معاك ولا واحد يشارعك في الجزائر. وزراء سبهم هذا السيد هذا وهذه الجريدة وهذا التلفزيون. من أعطاك الحق تتهم أعراض الناس وتشوه أعراض الناس؟ من أعطاك الحق أنك تتغول في 2004 وتلوي تحكي وكأنك أنت مردخ تاع بريطانيا؟ حاشا الفرق يعني بين المؤسستين الإعلاميتين. قناة النهار كانت وما زالت أسوأ جهاز بروباغندا للنظام الجزائري أو لمؤسسة السلطة. وسعيد بوتفليقة كان عنده يد مولة مثل ما كانت عندي المعلومة الأولى أنه التمويل جاي بتليفون عند سعيد أو من محيط السعيد أو من محيط الرئاسة. هنا أنا متمنيش ميهمنيش الأشخاص. أنا شيء اللي نعرفه أنه علاقته هو بجماعة الرئاسة وعلاقته حتى بالكولونيل فوزي فاهم وعلاقة جماعة أيضا كانوا في الإعلام في الفترة ما بين 2005 2006 حتى 2015 علاقتهم بالكولونيل فوزي لأن الكولونيل فوزي نعرفه قبل ما يخلق مقدم هذا أنيس رحماني. طيب. علاقتهم وعلاقتهم بالفساد المالي وفساد الإعلامي وباللي يتورم على الكونترا تاع الإشار. أنا نعرف لي دوسو تاع الدوسي هذا. إذا ما يقدرش يقول هذا المدير. طيب هذا المدير أنا ما عنديش هو أنا الآن سأتفق سعيد. أنا أتفق مع الزميل سعد بعقبة أنه فعلا نحن في لديرني فيراج تاع هذا السلطة. وأنا وياك كنا في سنتين قلت لك أنه إحنا عنا عليهم الأفونتاج لأنه كان العامل البيولوجي أيضا يلعب. بوتفليقة لن يخلد أبدا يعني البيولوجيا تقول أنه سيموت سون يعني خلال شهر شهرين عام عامين مش رح يخلد في هذه الدنيا. رجل مريض جدا وهرم يعني سيموت يعني بالطبيعة يعني لو واحد ملحد يجي يحسبها لك بالطبيعة يقول لك هذا عنده 10 سنين 5 سنين 4 سنين على الأكثر. الناس يعرفوا باللي راهم في لوديرني فيراج. كان انتخابات رئاسية مصيرية فيه صراع فيه منافسة على رسم الخطة لبعد لأنه في النهاية السعيد بوتفليقة ما هوش غالي بالزاف ما هوش أغلى من العماري صدقني ولا التوفيق أو التوفيق ما هوش غالي. يعني عندما تقرر الاستابليشمنت يعني العقل المدبر أو العقل المتحالف أنه يهزوه يحطوه في مزبلة التاريخ صدقني وراح تقول والله تلاقيت مع سليم صالح في هذا الوقت وقال لي الكلمة ستجد أنيس رحماني وقناة النهار حاش العمال اللي فيها والشرفاء اللي فيها حاش الصحفيين والتقنيين لازم نشيروا لها. أنا مش نحكي على الزملاء هذول ولا الصغار هذول مش نحكي لهم أصلا أولاد وأولادنا راهم يتعلموا الله يجيب لهم يعني خير في مكان آخر. أنا نحكي على أنيس رحماني والقيادات تاع النهار. ستجد قيادات النهار في مزبلة التاريخ والسعيد بوتفليقة في مزبلة التاريخ. ثم سألتني على السعيد بوتفليقة لأنه المشهد كان في ديدوش مراد فهم لأنه السمعي البصري في ديدوش مراد فراحوا جماعة راحوا من حقهم. قلنا وين كنتوا أيام المخطوفين وين كنتوا ليش ما ضمنتوش مع علي بالحاج قلنا ليش ما ضمنتوش مع الناس انتهكت أعراضهم إعلاميا قلنا كل هالكلام ما عليه. لكن يجي شخص يقول له الرشيد بوزيدر يقول له والله أنا نضامن معك كمواطن أنت تتمسخر بينا؟ هل أنت قاعد يعني تتمسخر بالرأي العام الجزائري تنزل في سيارة
فخمة بالجار ديكور. لا هو يقال جاء في سيارة عادية وبالعكس. شكون سيارة عادية؟ واش من تروس وسات وتروس وحيد؟ هذا رشيد بوجدران وش هذا التي تعرض لها؟ أنا يعني أنا أعطى هذا نقول لك أنا الوقفة وش من الوقفة؟ وين كان سعيد بوتفليقة هذا عند الأطباء اللي كانوا يصرفوا فيهم بالكف؟ وين كان؟ مش نحكيك على الجيش، متقاعدي الجيش اللي جايين من الآخرين. هذا أستاذ جامعي كان في باب الزوار، أين كان نهار كانوا الطلبة تاع الصيدلة كانت تدحس فيهم بالكف الشرطة؟ وين كان السعيد بوتفليقة؟ ما غاضوش الحال عليهم؟ هذو مش نخبة، الأطباء مش نخبة، الأساتذة مش نخبة، جماعة السنابات ماهوش نخبة، وأخيرا جماعة المتقاعدي الجيش اللي جاوا يطلبوا في حقهم في وقفات احتجاجية، هذو يسركلوا عليهم العاصمة، فهمت؟ هذه العاصمة تولي زرقاء بالسرك، يجي سعيد بوتفليقة يقول والله أنا كمواطن يا رشيد بجزرة جيت نضامن معاك. طيب خليك معنا سليم صالحي. سعد بعقبة، لو عدت إليك، أنت تقول بأنه الأمر مرتبط، هذه الخارجة مرتبط بترتيبات 2019، وداخل في القصة حتى سلال. يعني هل سلال بهذه القوة يستطيع أن ينافس، يزاحم، عكس تيار حتى سعيد بوتفليقة؟ ألم تقدموا سعيد بوتفليقة هو صاحب القرار في الجزائر وهو الأمر الناهي؟ أنا أكلمك على ما قبل تنحيته، لأن لما كان سعيداني والمؤسسة العسكرية وسلال كانوا مبدانين لوبي ضد الرئاسة، يعني فهم منه على أنه هذا اللوبي هذا ممكن يروح بعيد، وحتى بوشوار من شاف الحكاية، ولكن فيما بعد بوشوار بخانهم، ولذلك تطوع الآن حقيقة المعركة مربوطة برئاسيات ونسبة الشارع. الآن نجم تقول أن الأمر اللي يوقع الآن هو نفس الأمر اللي وقع في 88 في قبيل أحداث أكتوبر، عندما اختلفت الرئاسة مع الجيش وتعارفوا على من اختلفت الجبهة مع الجيش حول من يعين الرئيس في المؤتمر السادس، ونزلوا الخلاف للشارع، دار عليهم الشارع بزوج. الآن راهو يبدو أن الخلاف بدأ ينزل للشارع حقيقة ليحسم بالأمر بيناتهم. والآن دخل المال الفاسد ودخلت عناصر أخرى ممكن تشوش حتى على 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 المسار الانتخابات تاع 2019 حقيقة. والترتيبات تمت على مستوى طيب ترتيبات لمن أستاذ سعد بوعقبة؟ ترتيبات لمن؟ سعيد بوتفليقة يرتب لنفسه يريد خلافة شقيق ومات. ما تقاطعنيش، ما تقاطعني، ما تخلينيش تسترسل. تفضل. ترتيبات لا، الوقت فقط يضغط علينا، تفضل. تمت على مستوى الفلان والأحزاب، وتمت على مستوى البرلمان، وتمت على مستوى الحكومة، والآن حابين يديروا ترتيبات على مستوى الإعلام. هذه يعني واضحة الحكاية. وبدأوا بقناة النهار، لأن قناة النهار كانت أول قناة خرجت من يد الرئاسة، حتى هي حبت تخرج من يد الرئاسة، يعني ربما أعلنت عن نيتها مسبقا أنها تخرج من يد الرئاسة، ولذلك توجد فيها الحكاية هذه. ولما يقول أنيس الحماني بأن هذا دليل على أنني مانيش تابع لسعيد بوتفليقة، هو يعني ما يقول، لأنه خرج قبل سنة تقريبا بدأ يميل، لأنه عارف باللي الأمور لن ترد لصالحه. والآن المسألة وما فيها أن الأمر أن القنوات الشكلية اللي حدثت صار لها كيما الجرائد اللي دارتها الرئاسة بأمر من بمساعدة العقيد بوزي لتحويل المال العام، وظهرت حوالي 70 عنوان دات الأموال تاع لاناب والأموال تاع الدولة، وفي نفس الوقت راك تشوف في آخر دورة حلوها، وتقريبا 70 جريدة اللي كانت تمول بالمال العام بلا هدف داوها أصحابهم ونساهم وولادهم وكذا، تغلقت الآن وبقات غير بعض الصحف اللي راها تكافح من أجل أنها تبقى ولا تتحول إلى الـ إلى الـ إلى الفضاء الافتراضي. ونفس القنوات هذه سيحصل لها نفس ما حصل للصحافة، هي ترتيبات متعلقة برئاسيات على مستوى الإعلام.
و بطبيعه الحال لما راح الرب اللي كان يعاون فيه لابد يبدلوا هما. استاذ سعد قبل الوقت تضغط علينا سؤال، انت قلت ترتيبات 2019 سعيد بوتفليقه يرتب لنفسه يريد خلافه شقيقه، هذه هي هذا سبب خرجته لدعم بوجدر ام ماذا؟ لا المساله وما فيها ان المؤسسه العسكريه من 62 هي اللي تصنع الرئيس. الرئيس من حقه يحكم، الرئيس من حقه يدير كل شيء، لكن عندما يتعلق الامر بتعيين الرئيس ليس من حق الرئيس يعين من يخلفه. حاول الشادي وفشل، حاول كل الناس حاولت، تحاول زروال وفشل، كل الناس لازم يرجع الامانه لمواليها، لان الجيش لا يقبل قائد اعلى للقوات المسلحه يعينه سيفيل بدون ارادته. طيب معناها الرئيس من حقه يبعد رئيس مدى الحياه كما يحب، ولكن ليس من حقه انه يقرر من يخلفه سواء خوه ولا غير خوه. هذه هي المعركه. شكرا لك استاذ سعد بوعقبه كاتب صحفي هابت حناشي مدير صحيفه الحياه تنضم الينا. هابت حناشي، ما رايك خرجت سعيد بوتفليقه خروجه الى الشارع، كاميرا مكشوفه ام كاميرا مكشوفه تخفي كاميرات خفيه صح التعبير او ترتيبات ترتب خلف هذه الكاميرا، ما رايك؟ مساء الخير جمال. اولا انا لم استمع الى تدخلات زملاء من قبل للاسف لانه الصوت سيء نوعا ما. على كل حال بالنسبه الي شخصيا لا أرى بصراحة ووضوح، لا أرى في نزول شقيق الرئيس إلى الشارع لدعم الاحتجاج المنظم المؤيد للكاتب الروائي رشيد بوجدرة، لا أراه لا كاميرا حقيقية ولا كاميرا خفية. لماذا؟ لأن المبادرة، ولا أعرف كيف نظمت المبادرة التي نظمها حميد العياشي وعاشور التني، لم تأخذ طابعا سياسيا وكانت مفتوحة لكل من يريد أن يعبر عن دعمه للثقافة والإعلام وإبعاد الإعلام عن الصفصفة كما يقال، وكانت مفتوحة للمعارضين ولأهل السلطة. وأعتقد أن شقيق الرئيس اغتنم هذه الفرصة لتحقيق مجموعة أهداف. أول هذه الأهداف برأيي هي القول بأن السلطة ليست أو السلطة تدعم الحريات، وأنه جاء ليدعم أحد المثقفين الذي أهين في برنامج التلفزيوني. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في رأيي هو الهدف، ويبدو لي أنه تحقق، هو عدم ترك الساحة للمعارضة، وبالتالي القول أنه مثل هذه التجمعات السلطة لا تعارضها. هذا النقطة الثانية. الثالثة ممكن جدا أنه يقول انه غير صحيح انه يحمي او يرعى قناه النهار، وبالتالي وقد لاحظنا انه استنكر البرنامج واستنكر الطريقه التي عمل بها من طرف صحفي القناه، وقال ان هذا شيء منقوط، اكد بالحرف على هذه اللغه الفرنسيه، شيء منقوط. يعني في الحقيقه يمكن وضع هذا الزياره وهذا النزول الى الشارع في اطاره وحتمه العادي جدا جدا. أكيد كل الأطراف تريد أن تلعب سياسة، ولكن لا يوجد ما يوحي بأن هناك كاميرا خفية أو كاميرا حقيقية في هذا يعني يجب أن لا يعطى أكبر من حجمه. ولا ننسى أنه سعيد بوتفليقة، وأنا لست أدافع عن الرجل، هو يعني دكتور جامعي، ومن حقه مثل حق المعارضة أن تنزل إلى الشارع لتدعي كاتب روائي مشهور عالمي أهين أو لم يعامل بطريقة جيدة في البرنامج. هذا طيب، ولكن هناك من قال بأنه تمت إهانة شخصيات آخرين ليست في مقلب الكاميرا الخفية، كان يمكن بوجدر أن طبعا ويقول أنه ينفي أنه سمح ببثها، كان لبوجدر الحق أنه يمنع بثها، ولكن ألم يكن هناك تجيش اتهامات خطيرة بالإرهاب بتخابر مع الخارج وشيطنة الكثير من السياسيين بن فليس وغيرها من نفس القناة؟ لماذا لم يهتز سعيد بوتفليقة يرى كثير؟ شوف، أنا لا أريد أن أدخل في إطلاق أو للدفاع عن سعيد بوتفليقة أم لا،
هناك برنامج وقع، ولاحظ عدد من المثقفين أن الأمر لا يطاق، فنظموا تجمعا ضم المثقفين والإعلاميين. من قبل كانت الأمور من اختصاص أو رجال السياسة، هذه المرة لم يكن هناك قادة سياسي، وهذا بتصريح من المنظمين الاحتجاج شخصيا أنفسهم. هم يقولون أنه يجب إبعاد كل ما هو سياسي أو حزبي عن هذه المبادرة. المبادرة مفتوحة للمعارضة والسلطة، لكن كأشخاص وكمثقفين وإعلاميين للتنديد بواقع معينة. هذا ما جرى، وأنا اليوم فقط تحدثت مع صديق وزميل حميد العيشي وأكد هذا. إذن من وجهة نظري مثلما اغتنم بعض المناضلين في أحزاب، مثلا السيدة عضوة حزب جيل جديد جاءت وعبرت عن رأيها وهاجمت مستشار الرئيس، طبعا هذه محاولة احتد عليها، مثلما جاء شقيق رئيس ليعبر عن وجهة نظره وعن موقفه أو موقف السلطة. مبادرة طيب، هو يعبر عن موقف السلطة، يعني هو ليس مستشار رئيس، يعني عندما تقول يعبر عن موقف السلطة له، يعني هل يؤكد هذا الكلام أنه هو صاحب القرار يعني باسم الرئيس باسم شقيقه كما يرى خصومه؟ بصراحة أنا لا أعرف إن كان يمثل الرئيس أم لا، هو جاء كمجانعي كمثقف، حسب ما علم جاء كمثقف لتسجيل موقفه وانتهى الأمر بالنسبة لي على الأقل. أما أن يكون يتحدث باسم الرئاسة أم لا فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. طيب يعني سؤال لا أعرف حقيقة. سؤال أخير رهاب تحناشي، ما رأيك ما الذين يقولون يربطون هذه الخطوة بحسابات سياسية ب 2019 رئاسيات وحتى خلافة الشقيق عبد العزيز بوتفليقة؟ أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه لا أملك المعطيات، يعني هناك أقاويل وهناك كلام ولا أدري إن كانت صحيحة أم لا. فقط أركز على جانب إنساني غير سياسي. بالأمس شاهدنا شقيق رئيس في جنازة المرحوم الزميل والصديق حسن بشير الشريف، وقرأنا في صحف وبعض المواقع تأويلات وقراءات إلى آخره، والأمر بسيط جدا. يعني في كل مناسبة اجتماعية، جنازة مثلا، نرى مسؤولين كما رأينا أمس السيد علي بن فليس ورأينا آخرين. إضافة ولكن لا، لم يكن هناك مسؤولون في جنازة تمالت مثلا، محمد تمالت. نعم، لماذا؟ لأنه هذه قضية أخرى. تمالت محمد رحمه الله يعني جاء وتوفي في ظروف غامضة ومؤلمة وحزينة جدا، وهناك تحميل للسلطة أو للقضاء جزء من الأحداث التي وقعت، لأنه توقيفه ومحاكمته تمت في ظروف وقح فيها جدال. أنا معك أنه بعض الأول المسؤولين لم يحضروا التماس، ولكن هم حضروا أمس لأنه هذا صحفي وتربطه علاقات شخصية بهم. أنا متفق معك لأنه الوضعين مختلفين، ولا يعيب سيد محمد تماس أن المسؤولين لم يزوروه، لأنه ليس مطلوبا من الوزراء أن يحضروا جنازات أي كان. مهم أنه أنا كنت حاضرا في جنازة المرحوم محمد تماس. طيب، كان عدد كبير من الصحفيين رحمه الله تأسف لما وقع له، وهي مأساة ودراما حقيقية، لكن الوضع يختلف بين أي تشابه. طيب شكرا، شكرا جزيلا لك عبد الحناشي مدير صحيفة الحياة. ما رأيك سليم صالح؟ يعني الذين رأوا في أن هذه خطوة كذلك، أنه في جنازة صحفي جزائري توفي كذلك، خطوات إنسانية فقط ليس فيها حسابات. حتى الذين يرأوا فيها حسابات رأوا ولما لا. كنت تستمع ربما لرأي هشام عبود أمس يقول لما لا، إذا كانت خطوة في اتجاه التغيير لما لا الترحيب. أنا للزميلين العزيزين، يعني سواء ذكرت لي هشام عبود أو هابت عناشي، أنا ضد، هم يعرفوا موقفي أيضا، يعني نضد لبناليزاسيون تاع الموقفين. أولا الموقف الأول أنه جاء كأستاذ جامعي وكذا، هذه ستون بانريزاسيون تاع مشهد خطير جدا. هذا السيد شرطة يسلك فيها الشعب، ضباط الشرطة تاع ليرجي محوطين به لأنه مستشار رئيس وزارة أمنية. دونك سي با ان هوم اوردينير، رانا ماناش نحكيو على والله واحد مثقف. نهار كان قبل ما يولي أخوه رئيس الجمهورية، كان هو أستاذ في باب الزوار. لو كان جاء في هذاك الوقت بهذيك الصفة
كانوا يجيو يحرصوا فيه الناس ما يحرصوش خاطر ما يعرفوهش الناس، يعني يعرفوه باللي او هذا والله غير خو وزير الخارجيه السابق تاع الجزائر. طيب ولكن ما نحاولش الناس يقول ليس له اجوبه على اسئله انه لا 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 الموضوع من يعرف سعيد بوتفليقة خصومه يقولون هو صاحب القرار هو الذي يدير هو الذي يحكم الجزائر هو انصاره يقولون هذا ليس صحيح هو لا لا هو واحد هو واحد من الذين يتخذون القرار باسم الرئيس بوتفليقة. انا اتحمل مسؤولية الكلام. هذا الكلام انا جبته من عند رؤساء حكومات سابقين، ناس رجالة تحملوا مسؤولية، جبته من عند وزراء سابقين وضباط سابقين تعاملوا مع سعيد بوتفليقة. انا يعني كي نعطي لك هذه الكلمة عندي المصادر متاعي، كي يحب يشارعني سعيد بوتفليقة انا نذكر له نجي في المحكمة هذا الوزراء يعني رؤساء الوزراء يعني نحكي نعم نحكي لك رؤساء وزراء سابقين ووزراء سابقين وايضا ضباط سابقين، اقل واحد فيهم كولونيل في الامن العسكري، هذو رواوا لي حكايات يديني الشراع نجيبهم الكل وخلي يقولوا بلي والله ما روينا لك هذه الحكايات. سعيد بوتفليقه واحد من الذين يتخذون القرارات باسم الرئيس الجمهوريه بطريقه غير دستوريه وغير قانونيه، نقطه ارجع للصدر، هذا هو الواقع اللي يعيشوه الجزائريين ويعرفوه الجزائريين. وعندما يكتب عمر بلهوشات ويسمح في الوطن انه يكتب هذا الكلام ويتحدث عن سعيد بوتفليقه، عمر بلهوشات ماهوش رجل تافه او رجل صحفي يعني جديد يعني جاي صحيفة الوطن في موضوع اخلاقيه المهنه كانت من جوقة الاعلام الصحف التي كانت تهاجم محيط زروال بنفس الاساليب لا اخلاقيه صراحه الوطن الاستهداف لا نعم الوطن كان اقل بكثير الحمله قادتها لماتا لا تريبيون الوطن كانت اقل بكثير بكثير حتى كانت الوطن يعني تاريخيا في شواهد والوثائق والارشيف موجود يعني ايه لكن اللي كانت تكتب العناوين نتاع يا زروال احكم فوشيان اللي قالت الكلمه هذه ماهيش الوطن يبقى حبيت نقول لك يعني تبقى اكثر جديه لما تلقى في الخبر وتلقى ناس زبده 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 يعني في الجزائر يقول لك توفرت لدينا معلومات موثوقه متواتره يعني عن 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 سعيد بوتفليقه انه هذا الرجل هو سلطان القصر او واحد من سلاطين القصر. انا ما نقدرش نكذب هذه كلها الناس ونتبع ناس اللي يحبوا يديروا لابانيزاسيون لاسباب مختلفه يعني ما نحبش نتهم الناس. اما الاخر الذي يقول لك انه اي بوركوا با هذه قيلت ايضا على سيف الاسلام القذافي يا عزيزي. سيف الاسلام قالوا اي بوركوا با ليش ما يجيش سيف الاسلام يدير تصحيح لابوه؟ ثم قالوا هالجمال مبارك اي بوركوا با قال لك نجيبوا جمال مبارك يصحح لابوه. طيب قالوا ايضا لبشار لماذا والذين يقولون في ليش تقول لي لماذا ليش تفرض علي امر واقع لماذا تبقى اسرائيل محتله فلسطين ودير شويه ديمقراطيه في فلسطين ولا نحسوا الديمقراطيه لماذا لا يبقى لماذا اذا لو نتبع لابانيزاسيون هذه اللي هي تخلق المرض عند هذه الشعوب يخليها واحد قاعد في كرسي ويحكم 20 سنه واش قلقك انت البانيزاسيون تقولوا على ندير ثوره على المستعمر على ما نكونش من الاندماجيين اللي كانوا يتعاونوا مع فرنسا ليش ما نقولش ولا هذوك ما كانوش ناس جزائريين كانوا احرار وكانوا لاباس بهم لكن كان عندهم طرح قال لك يا اخي لا ندير ثوره انا مع فرنسا علاه ما نكونش جزء من فرنسا طرح محترم سيدي وعلاه لما لا اذا بهذا المنطق علاه تسبوا في الحركه اي طيب. بوركوا با نكون حركي انا ثاني طيب. وين نروح نخدم مع فرنسا في الاخر لو بوركوا با هذا هو التبرير نتاع الناس اللي ما عندهم ولا مشروع وما عندهمش خطة مستقبلية ستاك هو راه بلوكي فيقول لك ايه بوركوا با هذا هل ما هي الخطة الان الخطة الوقت يضغط علينا هل هناك خطة أنا مستقبلية أريد هل بدأ الترتيب لل 2019 مثل ما يقول بوعقبة بالاعلام بخرجة سعيد بوتفليقة شوف ترتيبات الحملة الانتخابية تاع التشريعيات كيف تمت المنطق الناس كيف كانت تحكي كانت كل تعطينا احنا اشارات او انه راهم يرتبوا في الامور يحوسوا على انتخابات تجري بهذا السياق ويمروا لها شوف في الجزائر الاستحقاقات هذه يجب ان تحترم من 92 قال لك لازم نريقلوا رواحنا لا الديمقراطيه لازم تمشي بهذا الشكل ما نمدوش الصوت للشعب كما 91 لكن نديروها نص نص هكذا لكن التشريعيات في وقتها والرئاسيات في وقتها دونك يا بريباراسيون سيريوس وفي الجزائر المؤسسه الوحيده اللي تعين الرؤساء هي لا المال
ولا الخارج ولا فرنسا ولا أمريكا، كان مؤسسة واحدة تعين الرئيس لحد الآن، وحتى يثبت العكس هي مؤسسة الرئاسة. وهنا أنا نقول لك باللي من تجربة ومن معلومات مؤسسة العسكرية لما كنت يساجي دي لا بريزيدونس وما كانش حلول، ما كان متوافقوش الناس بها يعينونهم واحد والرئاسة تساندوا، الرئاسة هي التي تقرر. طيب رشيد بن يلس الجنرال السابق في تصريح لوبوان يقول قائد البحرية السابق يقول أنه إذا مع الوضع الصحي لبوتفليقة ماذا لو فرض طرح اسم القايد صالح قائد أركان الجيش كخليفة لبوتفليقة؟ رشيد بن يلس يجيب يقول هذا أمر probable، يعني أمر مرجح غير ممكن، ولكن لا، ويقول أنه الأمر مرجح ولكنه يتمنى أن تتعلم الجزائر الدروس وأن تعطي الكلمة للشعب. أنا أقول لك نعطي لك نوتر فيرسيون، طرح اسم القايد صالح، لكن لأن القايد صالح عنده مشكلة مع ضباط سامين داخل المؤسسة العسكرية. وهنا نرجعك أيضا لكلام بن حديد، وأنا الكلام هذا ثاني أيضا مش نجي فيه من رأسي، أنا كلام سمعته من زملائه يعني جنرالات اثنين منهم لأثاره لهذه الإشكالية، أنه مش هو لأنه هو مش يقدرش، هو ربما يلقى معارضة من داخل المؤسسة العسكرية. هناك بعض الضباط من إنتاجه يعني مش جيلنا، جيله هو عندهم معاه حسابات، ما يمكنش يكون رئيس الجمهورية هذا، نقول هالك منه. ما هو قائد أركان الجيش؟ لكن ليس رئيس الجمهورية، ليس الدارش ليس الجزائري، ليس واحترام التراتبية والقرارات، ليس رئيس الجمهورية، يقدر يكون وزير دفاع، ليس رئيس الجمهورية. هناك تقاليد، كل الدارسين للعلاقات للعلوم السياسية والدارسين للتدرج اللي كان في الجزائر يعرفوا أنه لما توقع المشكلة المؤسسة العسكرية تتخذ القرار. أنا نوافق سعد بعقبة، أريد فقط أن نرجع لنقطة قبل أن تختم، نقطة قضية الإعلام لازمني نرجع لها. أنا سعيد بوتفليقة ما عنديش معاها إشكاليات كثيرة يعني في الصورة، أن من أنت، من أنت يا سيدي حتى تهبط، حتى الناس يديروا لك مواطن جزائري، مواطن جزائري يروح يسكن في بجر راح ماله، ولا هل يجب أن يسكن في بجر راح؟ ليس في بجر راح، ليس في بجر راح، قصدي روح اسكن كما يسكنوا الجزائريين، روح تخدم نورمال، ما يكونش عندك الجارد كور، ما يكونش ما تصلش بالوزراء. مواطن جزائري روح اتصل تي بسلال اعطي له اوامر ولا مستشار رئيس، ليس لديه اي سلطه تنفيذيه يا رجل. هذا متعدي، إذا صدق ما يروى عليه فهو متعدي على الدستور وعلى القانون، ويجب أن يحاسب. إذا صدق ما يروى عليه بالمناسبة، طيب، ما يروى عليه أنه صاحب القرار، أنه هو الذي كان وراء إزاحة رب الجزائر جنرال توفيق، أنه له القدرة لإزاحة حتى أكبر الضباط وتغيير ما يريد، أليس هذه ما يروى عنه؟ عن سعيد بوتفليقة لا يروى أنه هو صاحب القرار في الجزائر، فكيف يقال أنه ما زالت المعادلة نفسها الجيش هو الذي له القرار كما تقول أنت وأبو عقب؟ أنا أقول لك خلال الممارسة الرئيس موجود راه يمارس صلاحياته. أنا نحكي لك على عقلية يمشي بها ضباط الجيش، هي عقلية راه يخدم في خدمته، راه يمشي في الأمور يمشيها. إذا حصلت مشكلة كبيرة راح يتدخل مؤسس الجيش، وما قدرش نزيد نفسر لك أكثر من ذلك. نرجع لقضية الإعلام، سعيد بوتفليقة شكله غير طبيعي، وظيفته غير طبيعية، الناس كل تحكي فيها عندها 10 سنين. مستشار رئيس يتخذ قرارات ويتصل بالوزراء ويتصل بالضباط على الجيش، أمر غير طبيعي قلناه من السابق. عليه أن يثبت أنه هذا العكس، عليه أن يقول بالشيء اللي يقول فيه سليم صالحي مثلا أنه لا معلوماته خاطئة، يخرج هو للرأي العام، الرأي العام الجزائري في القهاوي يعرفوا باللي سعيد بوتفليقة في الرئاسة يخدم في بلاصة خوه. هذا هو واش قالت الجرائد، واش قلنا احنا، واش قالوا كل الناس. هل هناك من يثبت العكس؟ عليهم هم المسؤولية أن يثبت العكس. هل بخروجه ضد قناة النهار عمليا، طيب، هل يعطي هذا الانطباع بالنسبة لي تغير إعلامي؟ ما بالنسبة لي هي مسخرة وضحك على الرأي العام، لأنه هذا سعيد بوتفليقة لازم نذكره باللي هذه القناة كانت باسمه تسب في الناس، ترهق في الناس، وبهن فهمه هو أيضا هو يعرف أنه القرار اللي تمد لقناة النهار والشروق والهجار والجزائرية وقناة واحدة أخرى نسيتها، خمس قنوات اللي أعطى لهم الأوامر حتى يحاصروا المغاربية في 2012 جاء من الرئاسة ومن الديارس. تليفونات لازم نزربوا نخلقوا، هذه لازم الناس ما تنساهاش الحكاية. هذا السعيد طيب، في ظله لخرجة الرداءة هذه، وفي ظله يستمر الإعلام يخدم بطريقة غير قانونية،
وفي ظله ناس تحقرت وناس تشوهت السمعة نتاعها، فهمت؟ وكاينين حتى ماذا الذي يقول انه ربما صحوة ضمير وتغيير في الأوضاع وانفتاح لمن كما يقول هشام عبود مرة أخرى الترحيب به بإيجابية، لماذا لا يجب طي الصفحة؟ طيب نطويها انه يجي هو ويحاسب امام الرأي العام. نحب انا بروكيرور دو لا ريبوبليك لما يسمع بوعقبة واش قال او سليم واش قال او حدا واش قالت او واش قالت من قبل في الوحدة الرابعة، لانه القانون 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 الجزائي في العدالة البروكيرور دو لا ريبوبليك اذا كان سمع باللي كاينه سرقة ولا كذا يسوطو سيزي. انا نقول باللي كاينه تهمة تعدي على الدستور يقوم بها سعيد بوتفليقة، اي ارواح حقق معنا يا سي البروكيرور جينيرال ويهبط سعيد بوتفليقة. طيب سي سامبل يا ولكن ما في الراي الاخر الذي يقول بانه هناك اراده كذلك لمسح الموس كل شيء في سعيد بوتفليقة، وانه هذا النظام في النهايه ربما انه سعيد بوتفليقة لا يريد ان يمسح فيه الموس كله. كنت سألت انه جميل كل مشاكل الجزائر سعيد بوتفليقة، اين هؤلاء هذه الشخصيات التي كنت تشير اليها الوزراء الذين ينتقدون سعيد بوتفليقة الآن، لماذا لم يرفعوا أصواتهم لما كانوا في السلطة مثلا؟ كنت سألت رئيس الحكومة بن بيتور سؤال بنفس الشخص، كنت في بيته سألته قلت له في الحقيقة الآن مسحوا الموس كل في بوتفليقة وهو بوتفليقة وكذا، كون الناس كاين دوائر خفية راهي تحرك في الأمور وكذا ومنا وكاين الناس محملة مسؤولية وكذا. والله العظيم نعطي لك رانا على المباشر ممكن هو يكون في دقيقة لو سمحت راهو يسمعنا الآن. قال لي علاه تحملني انا مسؤوليه تروح نبحث انا في الغياهب؟ انا اللي عندي دستوريا رئيس الجمهوريه هو اسمه عبد العزيز بوتفليقه، هو الذي يحاسب ما دام هو غائب عن الانظار ويقول بانه سعيد بوتفليقه هو في مكانه. انا علاه تعبني انا حتى كمواطن تعبني رئيس الجمهوريه الدستور الذي يعاقب في حاله الخيانه في حاله كذا في حاله كذا هو عبد العزيز بوتفليقه. اذا ما هوش هو قالوا كاين واحد في بلاصته، شكون هو اللي تحكي عليه جرايد جمال الدين طالب؟ هل ذكروا اسمك انت؟ ليش ما ذكروش سلال؟ ليش ما ذكروش توفيق؟ ليش ما ذكروش مش عارف شكون؟ هما ذكروا سعيد بوتفليقه. لا هما ذكروا انه سعيد بوتفليقه بالعكس والرئاسه وضعوا حشا وضعوا حدا للدوله الموازيه هي التي كانت تؤثر وهي دوله الديرس دوله صرف الجزائر. نعم وقت سالتني سؤال وقلت لك انه تغير موضع الصوت لا ينفي انه الضرب مش موجود. طيب. وأتذكر ذلك. لكن لا انسى شيء انه قناه النهار والقنوات التي سفهت الناس قنوات العار هذه اللي راهي في وضعية غير قانونية تتعدى على الناس، هذه يجب أن العدالة تتحرك ولازم أن تضبط، فهمت؟ وحتى أن سلطة الضبط يعني لا سلطة العدالة حتى العدالة يجب تتحرك، لأنه في دي ترانزاكسيون في أمور في تهديدات للناس. ما تنساش باللي هادو عندنا ملفات أنه راحوا رجال الأعمال هدوهم مثلا، كان برومو راهو يدور في النهار يهدد في قناة المغاربية مثلا، عنده زعمة 6 شهور ما يدور ورا عندنا ملفات 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 على قناة المغاربية وما شفناه 6 شهور. أنا عمري ما شفت إشهار على برنامج يقعد 6 شهور. احنا رانا متشوقين نشوفوا هذا الريبورتاج نتاعهم هذا في قناة النهار. طيب. كيف الأخلاق قناة تنحط لدرجة انه تعمل زعمة ريبورتاج على قناة اخرى؟ شفتوا رانا نحكيوا على هذيك انه هذه المهزلة يجب ان تتوقف، ومن يوقفها يوقفها رجال شكون؟ رجال تاع المهنة، هذا وزير الإعلام، رئيس الحكومة، وايضا القاضي والبروكيرور. انه كيف عندنا 50 قناه يعني فيه جرائم في حق المواطن الراي العام، في جرائم حق الصحفيين والتقنيين، العقود نتاعهم، الاشهار، الظلم نتاع لاسيرونس، كل شيء. دونك لازم هذه الماكينه تتحرك، والا راح نبقاو وندوروا في اي بوركوا با، خليهم. شكرا لك سليم صالحي الاعلامي. الى هنا ناتي مشاهدينا الكرام الى نهايه هذه الحلقه، صحفتكم والى اللقاء.